والمتابعة لأخبار الطقس والأحوال الجوية. مرة أخرى مع رغدة أبو ليلى. شكرا لكما إلهام ممر ويسر عبد الستار. والآن فمع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس مرتفع الرطوبة، يصاحب ذلك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية، ليكون الطقس شديد الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا رطبا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطبا ليلا على السواحل الشمالية، حارا رطبا على باقي الأنحاء. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر. نبدأ بالقاهرة 35-26 الطقس حار، الإسكندرية 35-25، مطروح 29-23، بورسعيد 31-25، الإسماعيلية 36-25، ننتقل إلى السويس 36-25، العريش 31-24، طابة 38-26، شرم الشيخ 39-29، الغردقة 38-28. ننتقل إلى الأقصر 42-27، الطقس هناك شديد الحرارة، أسوان 42-28، الوادي الجديد 42-26، شلاتين 40-28، أخيراً حلايب 36-27. أما الآن مشاهدينا فنستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غداً في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضاً العالمية.